السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا خواتي بالله، كيف أحوالكم؟ أتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. أتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال وأموركم مزيانة يا ربي يا كريم. اللي ما مزوجاش الله يجيب لها شي ولد، الناس اللي يكون لها سند وعون في حياتها، اللي ما ولداش الله يجيب لها شي ذرية صالحة، اللي واقفة على الطلاق ولا عندها ديور الله يوقف معاها، الله يطمركم ويعمركم بعمارة مكة والمدينة، والله يعطيكم شيخ زعما عجنوها شي دي، والله يبعد عليكم بنات ولاد الحرام، والله يستركم ويحفظكم ويحفظ لسان بسنا، والله يدير لكم الطريق في الضيق يا ربي يا مجيب الدعوات، والله يفرح اي وليه واي بنيه واي امراه في العالم كتمنى شي حاجه في خاطرها، والله ياخذ الحق في اي واحد كيادي شي واحد شي مسلم يا ربي يا كريم. شكرا وشكرا وشكرا، والله يجازيكم بالخير، التعاليق ديالكم المحفزه والله العظيم البناتينا تعاليق اللي هي غزالة ما شاء الله، كنقراها كنفرح وقلبي كيدق 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 على قبلكم والله العظيم. راه كيف ما انا كنخدم معكم بالنية وكنضحي بوقتي علشانكم، والله الا حتى نتوما راه كتكبروا بيا، الله يجازيكم بالخير والله يساويكم بالخير يا ربي يا مجيب الدعوات. المهم الحبيبات ديالي، على حسب الطلب ديالكم قلتوا لي عافاك شي وصفة ديال ليلة 27، ليلة 27 البنات غنجيب لكم اليوم وصفة ديال الحنة، وما خصكش يدوز رمضان بلا ما ديري الوصفة ديال الحنة. الحنة الحنينة اللي كتخلي بركابي انه يحن فيك، الحنة البنات راه غزالة، راه وصى عليها النبي، والحنة راه خارجة من الجنة، راه الحنة غزالة البنات ووصفاتها هما غزالين، سواء في شعبان سواء في ليلة العيد سواء ليلة 27، ضروري ما يدوزش رمضان أو شي شي هكا شي عيد اللي هو هاد الشهور اللي كتكون دينية بحال هكا إلا وديري فيها هاد الوصفة ديال الحنة. فأي وحدة كتعاني من الزوج العنيد المتكبر الغاضب البخيل اللي ما كيسمعش الهضره، اللي تفارق معاها لاسباب سواء كنت انت السبب او ما كنتيش انت السبب، ديري هذه الوصفه، هذه الوصفه هذه حتى لغير المتزوجات العازبات مساكن اللي واصلين واحد العمر وكيتسناو في النصيب والمكتوب ديالهم يديروا هاد الوصفه هذه، راه غزاله. يعني انا غنعطيكم جوج واحد، هاد الوصفه هذه غيديروها المتزوجات وغادي يديروها المخطوبات وغادي يديروها حتى الغير متزوجات اي العازبات اللي باغيين يتزوجوا، المتزوجات اللي باغيين تكون المحنه وطيح المحنه في قلب الحبيب ديالهم والزوج ديالهم ويرجع يسمع الهضره والكلام وما يشوف حتى شي مره من غيرها هي. المهم غندخلوا في الوصفه البنات والتفاصيل ديال الوصفه، كنحتاجوا شويه ديال الحنه، شويه غير شويه ديال الحنه، الا كانت عندك غير معلقه صغيره ديال الحنه راه كافيه ووافيه، وكنحتاجوا التمر، كنحتاجو التمره، غادي نقول لكم من بعد شنو غادي نديرو بها، كنحتاجو التمره الحبيبات ديالي، تمره كافيه، لانني علاش قلت لكم ما تقووش في الحنه، غير ملعقه صغيره ديال الحنه كافيه. وكنحتاجو الماء ديال الورد، الماء ديال الورد، ما عندكش الماء ديال الورد ديري الماء ديال الزر، ما عندكش الماء ديال الورد ما عندكش الماء ديال الزر ديري الماء المعدني اللي كيتباع في الحوان، ماشي ديال الرغبيني ماشي ديال الصنبور. الله يجازيكم بالخير. اول حاجه كنهزو ديك الملعقه الصغيره ديال الحنه، كنديروا شويه ديال الماء الورد وكنحاولوا اننا نخلطوا غير بيدينا، كنخلطوا البنات غير بيدينا، هانتي ما تخلطي لا بملعقه لا والو، غير بيديك وتحاولي ان الحنه قد تزيدي شويه بشويه باش الحنه ما تكونش جاريه، لان كيف ما قلت لكم راه غير شويه ديال الحنه كافي، وقيلا قويت الماء الله هي هذيك. ها انتما كنخلطوا نتوما، انا راه كنخدم غير بيد وحده، نزيدو باقي شويه ديال الماء الورد، ما عندكش ماء الورد كيف ما قلت لك بامكانك انك ديري ماء الزر، ما عندكش ماء الزر ديري الماء المعدني ما ديريش الماء ديال الصنبور. هاد الوصفات البنات والله العظيم الا كنشاركهم معاكم بكل حب وبغيت ان الامور ديالكم تيسر باذن الله تعالى، اللي ما مزوجاش تزوج ان شاء الله، اللي واقفه على الطلاق ترجع لراجلها، اللي عندها مشاكل في الدار تعم السعاده والفرحه الدار والمنازل يا ربي يا كريم في هذا الشهر قبل ما ينتهي الشهر الكريم ان شاء الله باذن الله تعالى، ونفرح بكم كاملين. انا ما كنتسالكم غير العراضه اللي تيسرت امورها تعرض عليا. المهم
ملي كنخلطوا الحنه كيف ما قلت لكم البنات، كنطلعوا هادو بالنسبه للعازبات. بالنسبه للعازبات كتهز الحبيبه ديالي، دابا غنبدا بالعازبات هي الاولى، عاد نقول لكم العازمه او الطريقه ديال المتزوجات او الغير متزوج اي من المخطوبات. العازبه كتهزي هاد الحنه هذه، كتسمي الله سبحانه وتعالى وكديريها في الوسط ديال يديك بهذه الطريقه هذه. هادي شتي كديريها هكا في وسط يديك في اليد اليسريه، اليد اليسريه البنات ماشي اليد اليمنيه، اليد اليسريه اللي مواليه للقلب. كديري لها بحال هكا الدويره بحال هكا ديال الحنه، وكتقولي هاد العزيمه هادي، هاد العزيمه هادي اللي كتقوليها للناس هي: يا الحنه يا الحنينه، جابوك من مكه والمدينه، حنيت بيك الليله، ونطلب من الله يزيان الزهر، وندير حتى انا فلانه بنت فلانه، نحني حتى انا فلانه بنت فلانه في عرسي، ونفرح كما فرحوا الوليات وقت قريب يا الله. غنعاود العزيمه، كديري الحنه كتسمي الله سبحانه وتعالى، وكديري الحنه وكتقولي هذه العزيمه هذه: يا الحنه يا الحنينه، جابوك من مكه والمدينه، حنيت بيك الليله، ونطلب من الله يزيان الزهر، وندير حنتي انا فلانه بنت فلانه في ليله عرسي، ونفرح كما فرحوا الوليات وقت قريب يا الله. كتقوليها بنيه صادقه، راه النيه البنات هي كل شيء. راه الا ما كانتش النيه ديالك صادقه وما كانوش، يعني ملي كنقول لك النيه ديالك صادقه يعني بلي ان هذه الوصفه ان شاء الله باذن الله تعالى راه تصدق معك. هذه الوصفه راه زوينه وغزاله وما فيها حتى شي حاجه اللي هي خايبه، راه غزاله، راه الحنه وصى عليها النبي رسول الله. من بعد كديريها في يديك، ملي كديريها في يديك الحبيبه ديالي غنقول لك دابا شنو غادي ديري بها. كتهزي التمره، ها هي كتخليها حتى كتنشف الحنه، كتخليها حتى كتنشف، كتهزي الطمره كتفتحيها انت، كتفتحي الطمره شي طمره تكون كبيره. علاش قلت لك غير شويه ديال الحنينه؟ كتهزي الطمره، كتهزي ديك الحنه من بعد ما تنشف، من بعد ما كتنشف كتهزي الحنينه وكديريها وسط الطمره. ها انت الحبيبه ديالي، ها انت شتي، كتعمري بها التمره بهذا الشكل هذا. الحمد لله، سمحوا لي البنات، كتعمري شي تمره تكون كبيره شويه البنات. وكيف ما قلت لكم الحنه ما تقواش، الحنه راه غير شويه، انا راه غير كنشرح لكم. وغتحاولي انك تسدي هاد التمره هذه، كتسديها بشي خيط، ما عرفتش فين هو عاوتاني داك الخيط، باش غير نشرح لكم باش تفهموا عليا، لان دابا انا الحاجه اللي ما شرحتهاش لكم دابا البنات بزاف بزاف منكم ما كيفهموش، كيقول لي شنو غادي ندير وهذا. اللهم نشرحها لكم. ها كتهزي خيط كيف ما كان لونه، وكتحاولي انك تقفلي ديك الحنه وسط التمره. ها انت شتي، كتحاولي انك تقفلي الحنه وسط التمره من بعد ما ينشف، من بعد ما ينشف صافي. وكتهزي هاد التمره هادي وكتحتفظي بها، كديريها في شي هكا في شي بلاستيكه، ولا كديريها في شي شي بلاصه يعني هكا شي ورقه ولا شي حاجه، وكتحتفظي بها، وكتحتفظي بهاد التمره ديالك حتى العام الجاي، راه ما غيدور عليها العام حتى تزوجي ان شاء الله باذن الله تعالى. راه وصفه من الوصفات الموروثه. دابا غادي ننتقلوا للاله المتزوجه اللي عندها مشكل مع الراجل، اللي محرم ليها عيشها، اللي باغيه انه يحن فيها، وانه الا كانت مرضات يكبر بها ويكبر بها قدام اهلها، ويحن فيها كثار، ويتعامل معها معامله حسنه. فكذلك انت راه غادي ديري هذه الوصفه وغادي تجي معك نتيجه. انا ما بغيت منكم حتى حاجه من غير تدعوا ليا بالرحمه الوالدين، رحمه الوالدين تكفيني. انت كذلك المتزوجه غادي تطلع للسطح ليله 27، ليلة 27 البنات غتطلعي للسطح ان شاء الله باذن الله تعالى، وغادي تهزي هاد الحنه كيما انت كيما العازبه، كتهزي الحنه انت، كتهزي الحنه كديريها في يديك نفس الطريقه، انت كديريها في يديك اليسريه من جهه القلب نفس الطريقه. كتهزي هاد اليد ديالك كتسبيها على راسك، كتحاولي ان هاد اليد ديالك هي هكا، وكتسبيها على راسك، كدوليها على راسك بحال هكا بهذا الشكل هذا.
ها انت بهذا الشكل هذا 7 ديال الخطرات، كتدوري ايديك وهي فيها الحنه على راسك 7 ديال الخطرات، 7 ديال الخطرات، وانت كتقولي هاد العزيمه، هذه العزيمه البنات هي كالتالي. المهم كتقولي يا النجمه يا الشاعله كي الجمره، يا النجمه يا الشاعله كي الجمره، رجمتك بثلاثه، رجمتك بثلاثة التفاحات، رجعي لي فلان ولد فلانة بثلاثة الجمرات، رجمتك بثلاثة التفاحات، رجعي لي فلان ولد فلانة بثلاثة الجمرات، واحدة على لسانه ما ينطق غير باسمي، وواحدة على ودنه ما يسمع غير كلامي، وواحدة على عينه ما يشوف غير زيني. هذه هي العزيمة البنات، عزيمة سهلة. من بعد ما كتحني وسط يديك كتهزي يديك كتبعي على راسك 7 ديال الخطرات وكتقولي يا النجمه يا الشعله كي الجمره، يا النجمه يا الشعله كي الجمره، رجمتك بثلاثه التفاحات، رجعي لي فلان ولد فلانه بثلاثه الجمرات، واحده على لسانه ما ينطق غير باسمي، واحده على ودنه ما يسمع غير كلامي، وواحده على عينه ما يشوف غير زيني. من بعد الحبيبه ديالي كتخلي هاد وكتنزلي، كتنزلي من السطح ولا البلكونه، المهم انت كتوالي ولا حتى في الشرجم، عرفتي الا عندك حتى الشرجم كتوالي غير عينيك للسما وكتقولي هاد العزيمه هادي، وكتخلي ديك الحنه حتى كتنشف وكتشد في راسها مزيان. ونفس الحاجه كتفتحي التمره، كتفتحي التمره بهذا الشكل هذا وكتحيدي النواه وتحاولي ان التمره ما تقطعش ليك، وكديري ديك الحنه وسط 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 التمره، كديرها وسط التمره وكديري خيط وكتسديها بخيط بحالك بحال العازبه، وكديريها في شي توب ولا شي قيعات ولا شي ورقه ولا شي اي حاجه عندك، وكتحتفظي بها لمده عام. راه ان شاء الله ان شاء الله البنات ان شاء الله باذن الله تعالى ما كيدور العام وما كتسمعي خبر اللي يفرحك. هذه راه وصفه كيدوم المفعول ديالها عام. علاش قلت لكم عام؟ لان مفعولها كيدوم عام. راه اللي ما مزوجاش غتزوج باذن الله تعالى، اللي واقفه على طلاق هذا الطليق غادي يرجع، والراجل غيحن فيها وغيشوف من جهتها بالحب والمحبه والعشق، غنشوف غتبان ليه بلي هي النواره، وبغى يشوف حتى شي مرا اخرى بدا غيرها هي. فقط النيه، النيه البنات اللي غتقول ليا واش كتحتاج طهاره، ما كتحتاجش طهاره، كتحتاج النيه، ورا كنقولها ونعاودها، النيه النيه النيه. ونتمنى انكم تجربوها كاملين، نتمنى ان العزائم تكون واضحه وباينه ومسموعه، وتهلاو ليا في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. وهذه راه وصفه ديال ليل 27، ليل 27 هذه كتحني بها ليلة 27 وكتكمليها في ليلة 27، كتخليها حتى كتشوف وكديرها في التمرة وكتخليها. وغنزيدكم واحد الحاجة أخرى البنات، الدعاء، الدعاء الله سبحانه وتعالى، الإنسان يكثر الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي عارف الخير فين كاين، الله سبحانه وتعالى هو اللي عارف ليك الخير فين كاين اكثر مني ومنك ومن اي شخص اخر. حنا كنديروا السبب والكمع على الله سبحانه وتعالى. وتهلاو ليا في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، واللي عنده شي تساؤل ولا عندها شي حاجه تكتبها ليا في التعاليق. وبسلامه عليكم.